طيب من زاوية أخرى أسألك، بما أنك واحد من أكبر المدربين في قارة أمريكا الجنوبية، أسألك على مسيرة رائعة للاعبنا المصري محمد صلاح، رأيك فيها إيه؟ صلاح لعيب ممتاز، أي حد يتمنى أنه يلعب في صفوف الفريق بتاعه، لأنه بيضيف للفريق، مش بس بيضيف في الملعب، هو بيضيف كمان. أنا شايف من وجهة نظري إن هو عنده المخ الأفريقي، فبيضيف كمان في غرفة الملابس للعيبة إن هم يبقى عندهم الروح في الملعب، روح الرومنتادا لو في أي مشكلة. فأنا شايف إن صلاح هو من أحسن اللعيبة حاليا في العالم من وجهة نظري وفي أفريقيا، وأنا شايف إن هو لازم فعلا يكمل المسيرة محترف، مش وقت إن هو يرجع القاهرة خالص دلوقتي.